وللحديث مشاهدينا حول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من تونس الإعلامي والخبير البيئي السيد سليمان بن يوسف. سيد سليمان، برحب فيك معنا بهذه الحلقة من مدارات. ولو بدأنا حوارنا بتقييم عام لحجم انتشار ثقافة تدوير النفايات في منطقتنا العربية، وأيضا مدى تطور الوعي بهذا الجانب في مجتمعاتنا. أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة. هذا الموضوع حيوي جدا واستراتيجي في هذه اللحظة بالنسبة للعالم وبالنسبة للدول العربية باعتبارها ترنو أن تشابه وتضاهي الدول المتقدمة. يعني في هذا الطموح لابد أن يكون هنالك نوع من المعالجة لإشكال تناثر النفايات وكثرتها. نعرف تزايد نسبة إنتاج النفايات في الدول العربية مع وتيرة التصاعد، وتيرة التقدم والتطور والتحديث والتصنيع اللي تعرفه الدول العربية ولو بأنساق متفاوتة، هذا يفرز هذه الإشكاليات، إشكاليات تعدد أنواع النفايات. انضافت لها مؤخرا في السنوات الأخيرة النفايات الإلكترونية خاصة اللي تمثل عبء كبير، والصناعية طبعا هي إلى جانب النفايات المنزلية هي نجم نقوله الإفرازات التقليدية. الصناعية هي اللي كما أشرت في الإشارة قبل قليل في التقرير 50 تقريبا مليار دولار خسرت الدول العربية فقط من جراء عدم تدوير النفايات الصناعية. هناك خطوات تدريجية نجم نقوله في مستوى نموذجي في بعض الدول العربية خاصة منها الخليجية وأيضا في دول في منطقة أخرى مغاربية. على صعيد فردي هنالك مبادرات، هنالك محاولة لإرساء سياسة للتدوير، لكن ليست يعني مؤسسة أو متطورة، ليست هنالك سياسة حقيقية متكاملة تعتمد استراتيجيا عملية الرسكلة أو التدوير. نعم. طيب لو تحدثنا وحاولنا أن نوضح لنشر هذه الثقافة عبر بعض الآليات. نعم. طيب لو حاولنا أن نوضح للمشاهدين بشكل تفصيلي أكثر الفوائد والجدوى الاقتصادية وأيضا البيئية لعملية تدوير النفايات، خصوصا في ضوء الإحصائيات التي تحدثنا عنها وهي تقدر بالمليارات خسائر الدول العربية نتيجة تجاهلها لهذه الثقافة. هناك آثار مباشرة أولا حيوية صحية وبيئية. أشير فقط إلى أن إلقاء النفايات البلاستيكية في المحيط البحري يفقد العالم والمنظومات البيئية العالمية مليون سنويا، مليون كائن بحري. هناك آثار بيئي، هناك آثار صحي. نتخلص من هذه النفايات حينما ترمى وحينما تتناثر في المكبات مثلا. المكبات أو المصبات هي لها طاقة محدودة جدا للاستيعاب، هناك إذن هذا الإشكال. وهناك أيضا آثار اقتصادية سواء على مستوى الدول، هناك عائدات لعمليه الرسكله والتدوير من جراء يعني خلق مورد جديد هذه المواد عوض استعمال مواد خام اخرى، نعيد استعمال هذه المواد كلها تقريبا قابله لاعاده الاستعمال. المواد العضويه اللي هي نسبه رئيسيه في جل الدول العربيه تصبح سماد يتم استسمادها. مواد اخرى العجلات المطاطيه يمكن ان تساهم مثلا في توفير مواد للارضيات للملاعب وغيرها، البلاستيك وغيرها من النفايات يمكن منها، وايضا المواد الالكترونيه استعاده يعني موارد ومواد ثمينة جدا ومواد حتى جمالية يعني قابلة للاستغلال على مستوى الجمالية وعلى مستوى التأثيث وعلى مستوى حتى العمراني والتعمير يعني. طيب سيد سليمان، أنت ذكرت بأنه عملية تدوير النفايات تحتاج لخطة استراتيجية شاملة. نتحدث عن العوامل والإمكانيات التي يجب توافرها لضمان نجاح عملية تدوير النفايات، وأيضا هل من تحديات حقيقية ربما تعترض هذا الجانب؟ يعني هذا التوجه يتطلب أساسا إرادة سياسية. صحيح المؤسسات والاقتصاديين والصناعيين مطالبين وأيضا حتى الباحثين مطالبين بإيجاد هذه الحلول، هذه البدائل على مستوى الابتكار والتصميم وعلى مستوى التجارب النموذجية في الأسواق المحلية، الأسواق المحلية العربية اللي تستأنس بتجارب متقدمة خاصة كما أشرت السويد وألمانيا اللي هما تقريبا وصلوا 100% من نسب التدوير. فلابد من إيجاد هذه المنظومة على المستوى العربي. هنالك شبكة هي شبكة سويبنات تحاول أن تؤمن هذا التبادل، هي مقرها في تونس، هذا التبادل في المعلومات والتجارب حتى تتيح إمكانية رسم خطط يعني محلية مناسبة لظروف وسياقات الاجتماعية الاقتصادية. أيضا هذه السياسات تتطلب إمكانيات رصد موارد ويعني إمكانيات مادية، هنالك إشكال مالي، هنالك إشكال تقني، هنالك إشكال معرفة طبعا وخبرة لابد من استيرادها، ولكن أساسا الوعي، أساسا لابد من الوعي وإدراك أهمية بالإضافة للوعي. سيد سليمان، اليوم ما الذي ينقص الجهود التي تبذلها الحكومات والجهات المختصة في منطقتنا لتعزيز انتشار هذه الثقافة أكثر؟
هو تكثيف المبادرات. هنالك محاولة أولا لخلق نسيج من المؤسسات المشتغلة في مجال التدوير أو التثمين أو الرسكلة، تشجيع المبادرات باعثي المؤسسات الصغرى. هنالك آليات تحفيزية في بعض الدول مثلا على الصعيد المغاربي في تونس مثلا وفي الجزائر، أين أيضا هنالك توجه لإقرار سياسات تحفز على رسكلة أو تثمين أو التدوير نسبة أعلى من النفايات. لابد من نسيج يعني ترسانة من المؤسسات من الأطر القانونية والتحفيزات أيضا المادية. لابد أن تقف الدولة ببنوكها بمؤسساتها إلى جانب هذا الخيار، لأنه خيار أساسا مربح خلاف الفكرة الشائعة أن هنالك ربما إهدار للمال، هنالك ربح حقيقي مادي، هنالك عائدات بالنسبة للمستثمرين، بالنسبة للسياسات الاقتصادية للدول التي ترسي خيارات في مجال التدوير رسكلة النفايات، تتجنب المكبات والمساحات التي تهدر من الأراضي لطمر النفايات، بالتالي تصبح كل النفايات قابلة لإعادة التدوير ومن خلالها خلق يعني ثروات ومواد جديدة قابلة لإعادة الاستعمال. نعم، أنا كنت سأسألك عن مسألة فرض القوانين والتشريعات لتنظيم هذه العملية، ولكن أنت تطرقت لها، لذلك دعنا نختم بالحديث عن التجارب العالمية الرائدة، الدول التي بالفعل كانت سباقة في هذا المجال وكيف يمكن الاستفادة من تجربتها. هناك طبعا تجارب واضحه جدا دقيقه يكون فيها نوع من الالزام، يعني اذا توافق هذه الدول في اطر يعني المنظمات اللي تجمعها على غرار الاتحاد الاوروبي اللي عنده ترتيبات وقرارات والزامات زمنيه دقيقه جدا من حيث مستوى معين ونسبه معينه من اعاده التدوير من الرسكله من التخلص من بعض النفايات، هذا لابد من التوافق حوله. على سبيل المثال في اطار جامعه الدول العربيه في لجنه من لجانها او فريق من فرق العمل العربيه او المغاربيه او منطقه الميناء يعني شمال افريقيا والشرق الأوسط، توافق حول خطط مرحلية زمنية محددة ذات أهداف كمية مرسومة بمراعاة الواقع الاقتصادي والاجتماعي المحلي، تكون قابلة للتنفيذ ويعني في مدى زمني محدد. الآن نرى على مستوى القطري على مستوى بعض الدول العربية هنالك بعض التوجهات لرسم خطط حقيقة عملية تتجه بشكل طموح ربما 30 40 50% من إعادة تدوير النفايات، ولكن هذا يتطلب أعباء مالية، لابد من الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام وأيضا شراكة من المجتمع المدني. نعم، أشكرك الإعلامي والخبير البيئي السيد سليمان بن يوسف، كنت معنا مباشرة من تونس، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا جولتنا معكم في مدارات تتواصل، تتابعونا فيها بعد الفاصل.